التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برئيس الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين يحيى كزمان وأعضاء الفريق المفاوض، وطرح الفريق الحكومي إحاطة وافية حول نتائج الاجتماعات الأخيرة التي رعتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة السويسرية بيرن. وأشاد الرئيس بدور الفريق الحكومي في الاجتماع الذي أفضى إلى التوافق على خطة تنفيذ لإطلاق سراح 181 محتجزا ومختطفا ومخفيا قسريا في سجون الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا حرص المجلس والحكومة على لم الشمل كافة المحتجزين بذويهم وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي طال أمدها. وشدد الرئيس العليمي على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المضي قدما لإتمام عملية التبادل المتفق عليها واستئناف المساعي لإطلاق باقي المحتجزين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل، كما أكد أهمية تنفيذ الزيارات المشتركة إلى مراكز الاحتجاز والوصول إلى جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط، موجها الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ الخطة المعتمدة لنقل واستقبال وتقديم الرعاية الصحية والخدمات المطلوبة للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم بموجب الاتفاق.